وان مثل ما تعلمون بانه عندنا حفر في ما يصير مخالف للنظام هذا يصير اذا مخالف بعدين يكون مخالف للنظام يصير ليش ما يصير؟ منه بان انعقاد الجلسات كل اسبوعين رغم اعتراضنا عليها وانجاز جدول الاعمال المقرر الجلسه خلالها، ولكن اليوم قرار الخزانه الامريكيه اليوم نحن مراقبين من قبل الجهات العالميه ايضا، فاحنا اليوم يجب ان نلتزم بتطبيق القانون، الدستور، النظام الداخلي، وانا ابري امام وايضا اطلب نسخه من التسجيل في مداخلتي هذه، لان الموضوع سوف يعرض على المحاكم ويتم فيه الطعن. وشكرا سيد الرئيس. والله هذه محاكم راح يصير بها خلنا نشوف رد الرئيس اذا تمررت اسئله عندنا راي اخر اذا تمررت عندنا راي اخر خلينا نسمع الرد اخي اذا مررت معناها ما حد يتهم لا الموصل ولا غير الموصل امين اجيب واحد اجيب واحد والكل جالسين حتى اللي يصوتوني يعرفون انه ما مستحق هذا الموضوع قعدنا احنا ويا صاحب العلاقه الكل تريد تحافظ على مكاسبها حتى لو على حساب الناس ما مكتوب على الاقل استاذ ارجع لنا يعني على الاقل اسبوعين اذا كان هناك تقاسم الكعكه للكتل السياسيه في مجلس المحافظه فهذا شيء خاص بهم لكن يكون هذا التقاسم بعيد عن الجانب القانوني وفيه صفقات هذا الامر خطر جدا سياده الرئيس يعني اليوم على محافظ نينوى ان يلتزم بالشروط اللي هو وضعها ما نحن وضعناها الشروط اللي وضعها محافظ نينوى ويجب ان يلتزم بها اولا. الامر الاخر سياده الرئيس نينوى ليست البيع. نينوى ليست البيع. اليوم هذه الصفقه اللي جرت في اربيل قبل يومين هي صفقه على جراح نينوى. هي صفقه على النازحين من اهالي نينوى. عندما اليوم يباع شخصيات بعيده عن الجفاف نمضي ان شاء الله باكمال جدول اعمال الجلسه وحسب القانون وما خولنا اليه قانون مجالس المحافظه. اصوت على الاستاذ حسن طلب حسن النائب اصوت على الست اسيل مديره التربيه صوت الحسن خلف حسن النائب الثاني للمحافظ والست اسيل ياسين مدير تربيه نينوى والدكتور احمد ناظم مدير صحه والاستاذ محمد ابراهيم عبودي مدير الاستثمار نينوى والمرشح التربيه اسيل ياسين والمرشح الصحه الدكتور احمد ناظم احمد ناظم علي مدير عام صحه نينوى وقانون مجالس المحافظات اعلى سلطه تشريعيه رقابيه ترسم السياسه تم اعلان عقد الجلسه قبل 24 ساعه يوم امس واليوم الساعه الواحده بعد الظهر عقدت الجلسه باجراءات قانونيه وتم التصويت على بعد حصول وحضور الاغلبيه المطلقه لعدد اعضاء المجلس في الجلسه تم التصويت على انه يتم انتخابهم في سلة واحدة وتم إجراءات التصويت بشكل علني أمام الإعلام ومنظمات المجتمع المدني وإجراءات التصويت كانت قانونية أستاذ حسن خلوط حصل على 24 صوت ودكتور أحمد الدبرداني حصل على 24 صوت وأستاذ محمد إبراهيم عبودي حصل على 24 صوت والسيدة أسيل ياسين حصلت على 23 صوت طبعا من عام 2013 المديرية العامة لتربية نينوى وكالة
وكان هناك فقرة في قانون موازنة 2019 بأنه المدراء العامون خاصة لم تبقى وكالة ويجب أن يكون أصالة، وعليه نحن كمجلس محافظة نينوى ولأهمية هذا المنصب وبقية المناصب الأخرى ارتئينا إلى عقد جلسة وضمن النطاق القانوني. صحيح هناك نظام داخلي يؤكد على عقد الجلسة على الأقل أسبوعين، ولكن في بعض الأسابيع نعقد جلستين أو ثلاثة جلسات إذا كانت الظروف طارية، ولأهمية الموضوع يحق للمجلس عقد جلستين أو أكثر. بالنسبة لي المعارضة، رأي المعارضة لا بأس بها ورأي اعتيادي، ولكن الكلام صفة المتكلم. أنا عندي أشرت إليها قانون رقم 21 والنظام الداخلي، من يتم التصويت على أي منصب بالأغلبية المطلقة، بمعنى هذا حق وقانون، ونحن كمجلس محافظة نينوى حسب الفقرة الرابعة من المادة السابعة من قانون رقم 21 سنة 2008 تنص لمجلس المحافظة رسم السياسة العامة الخاصة بالمحافظة وبالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وفي حالة الخلاف تكون الأولوية لقرار مجلس المحافظة. أما من ناحية المرشحين والسيفي السيرة الذاتية لهم، فحسب القانون إذا كم عدد من المرشحين يقدمون الطلب للمحافظة، المحافظ يقدم 3 أسماء مرشحين إلى مجلس المحافظة مع سيفياتهم والسيرة الذاتية لهم. المادة 10 من النظام الداخلي لمجلس المحافظة تقول: يتولى المجلس أعماله الرقابية على السلطة التنفيذية، وتتضمن الرقابة والصلاحيات الآتية. الفقرة الثالثة من هذه المادة من المادة 10 تقول: طلب المعلومات والوثائق من أي جهة رسمية بشأن أي موضوع يتعلق بالمصلحة العامة أو حقوق المواطنين أو تنفيذ القوانين أو تطبيقها من قبل هيئات ومؤسسات السلطة التنفيذية. بمعنى السيفي والسيرة الذاتية للمرشحين المحافظة تتحمل، سواء كانت تتوفر الشروط في هذه السيفي أو للمرشحين أعلى أو لا. الذي يقول توزيع الكعكة وخلال جلسة يطلع المظاهرين ويصرح بالصفقات المالية والفساد، هو يتحمل هذه المسؤولية. المجلس راح يطلب منه تثبيت هذا الشيء. إذا أكو صفقات أو توزيع الكعكات، هو يتحمل المسؤولية، لازم يثبت هذا الشيء.